في الفترة الأخيرة بقينا نسمع كتير جدا عن المشروب السحري لحرق الدهون، مثلا البقدونس والكرفس أو الشاي الأخضر أو ناكل زبادي بالليمون، كلها أفكار علشان ننسف الدهون اللي محيرانا وخصوصا دهون البطن. الفنانات بدأوا يقولوا تصريحات عن مشروبات كتير بتنسف الدهون، طب يا ترى الكلام ده صح ولا لا؟ كان لازم نتأكد بنفسنا. كمان كلنا عاوزين في الأجازة نرجع خاسين أو على الأقل ثابتين ومش تخنانين. كل الكلام ده هنتأكد منه ونعرفه أكتر مع دكتور آيات مصطفى، أخصائي التغذية العلاجية والصحة العامة وعضو الجمعية الأمريكية للتغذية. أهلا بيكي يا دكتور. أهلا يا مي، منوروني. أنا مبسوطة أني معاكي النهاردة. ده أنا بقى، وأصلا أنت عارفة أنا بحب إزاي المحتوى اللي أنت بتقدميه، وبحب شطارتك، وبحب دايما أتعلم منك ومن معلوماتك الخطيرة. شكرا يا مي. وبتبسطي لنا المعلومة كده وتسهليها، فأنا قلت أنت اللي هتجيبي لنا من الآخر بقى يا دكتور. أكيد سمعتي عن موضوع البقدونس والكرفس، يعني أنا كانت معلوماتي إنه بينزل المية شوية، أنا عايزة أتأكد منك. بصي، هو كل فترة بيطلع ترند سواء في مشروب أو في وجبات معينة أو في أكلة أو في شوربة علشان يكون سبب مثلا في إن إحنا ننزل احتباس المية. صح. أو نسد الشهية أو إن حد يخس أسرع. إحنا بنتشعبط في أي أشياء. بالظبط كده. الحاجات دي طبعا لطيفة لو أنا هعتمد عليها كجزء من اللايف ستايل بتاعي، بس هي لوحدها كده مش هتعمل حاجة. أوكي. لازم أكون مظبطة أكلي، لازم أكون بلعب رياضة أو على الأقل مزودة حركتي، لازم أكون بنام كويس، ما مش متوترة، بشرب مية كويس. لكن أنا أعتمد على مشروب أو ترند طالع علشان أن أنا أخس أو علشان أن أنا مثلا أقلل من شوية من الدهون اللي موجودة في الوجبة، الكلام ده لا، مش صحيح. طيب خلينا نقول انه برضو من الترندز، وهي في جزء منها مفيد، ان احنا ننقطع عن السكر، بس للاسف في ناس بتنقطع عنه تماما، فعايزه اسمع تعليق منك عن فكره هل انقطاع السكر ده فعلا بيسبب ان احنا نتفادى العيوب او مشاكل السكر، وهو ده الصح ولا نعمل ايه؟ هي الفكره ان السكر، الناس بتبقى دايما فاكره ان السكر ده السكر الابيض اللي انا بحطه في المشروبات او مثلا بيتحط في العصاير. ايوه، ودي نقطه مهمه قوي. لكن الحلويات مثلا ممكن نلاقي حد يقول انا مش بحط خالص سكر على القهوه، بس بحب اكل ديزرت او حاجه حلوه مع القهوه الساده. فانا كده دخلت لجسمي مصدر تاني للسكر ومصدر كبير. فقطع السكر خالص لو انا اقدر اعمله من غير ما يكون عندي شراهه للحلويات، او من غير ما ده يؤدي الى ان انا يبقى عندي اضطرابات طعام او ان انا احس ان انا محتاج سكر بزياده. وهل ممكن المود يبقى وحش يعني لو قطعنا السكر 100%؟ في الاول ممكن. طب ايه الطريقه الصح لان احنا نقلل السكر او نقطعه لو هو ده فعلا صحي؟ انه بيقولوا بيقي من الامراض، وبيقولوا يعني فوائد الموضوع ده ايه برضه؟ قطع السكر، هي مشكله السكر ان هو بيعمل حاله التهاب عامه في الجسم، تلاقي المفاصل بتوجعك، تلاقيكي ما فيش طاقه، في فقدان للطاقه، التركيز قليل، في مود سوينجز، يعني تقلبات مزاجيه بتكون شديده مرتبطه طبعا بالسكر، لان السكر ده يعتبر مصدر للطاقه المؤقته. فلو انا عايز ان انا اقلل استهلاكي من السكر، نقول مثلا من 2 ل 4 معالق سكر او عسل ابيض في اليوم، ممكن ان انا لو انا باخد معلقتين اخليهم معلقه ونص، وبعد 4 5 ايام ممكن اقلل شويه اخليهم معلقه، بعد 4 5 ايام اقللهم شويه اخليهم نص معلقه. مع الوقت مستقبلات التذوق عندي في اللسان هتبدا انها تحس بالسكر الطبيعي بتاع. تمام. مثلا اللبن اللي هو فيه سكر اللاكتوز، بتاع الفاكهه السكر الفركتوز اللي في الفاكهه، الكرفس مثلا هتلاقيه مسكر لان هو برده بيحتوي على شويه كارب او شويه سكر. فدي احسن طريقه ان انا اقلل بيها السكر، ان هو يكون تدريجي وان انا ما احسسش نفسي ان انا محروم من السكر. طيب احنا في اجازات وطول الوقت بنبقى خايفين جدا من فكره ان نطلع الاجازه، يعني مثلا اسبوع 10 ايام كده نرجع تخنانين، فاحنا طمعانين في ان احنا نرجع خاسين بقى كمان، وانت قلتي نصايح خطيره او على الاقل نثبت الوزن، فتنصحينا بايه؟ بصي، الاجازات مش احسن سيزن ان حد يلتزم فيه بنظام قاسي. أوكي. خلينا نحط تارجت منطقي ان انا احافظ على وزني في الاجازه وما اطلعش من الصيف زي ده 5 6 كيلو. تمام. هنقول بس شويه تيبس كده بسيطه هتخلينا نحافظ على وزننا، ولو حد ملتزم في الاكل لا ممكن يخس ان شاء الله. اول حاجه طبعا التلقيط، احنا مش عايزين نعمل سناكينج طول ما احنا قاعدين، لان بلاقي ناس ان هم بيكنسلوا وجبه العشاء. صح. وبعد كده تقول انا مش بتعشى، بس انا باخد بقى فاكهه، باخد عصير، باخد سموذي، باخد زبادي، طول ما هي قاعده بتعمل سناكينج. فخلينا نلتزم بثلاث وجبات وسناك لو لقينا نفسنا جعانين. حلو. واحده من الوجبات دي نحاول ان هي تكون غالبيتها بروتين وخضار، نقلل فيها شويه من النشويات. اوكي. نقلل شويه من الزيرو كالوريز او السعرات اللي هي ملهاش لازمه، اللي تبقى موجوده بقى في العصاير، في الايس كريم، موجوده في الفليفرز اللي بنحطها على القهوه، اللي احنا كلنا بنشرب حاجات بالكراميل، حاجات بالفانيلا،
كل ده سكر. نقول مثلا الحاجات دي ممكن ناخدها مرتين في الاسبوع. لازم يكون في طبق سلطه او خضار فريش مع كل وجبه علشان اشبع وعلشان اقلل السناكينج برضو. وكده كده احنا في الاجازه هنبقى عندنا وقت ان احنا ننام كويس، نشرب ميه كويس، ونتحرك اكتر طبعا، سواء نمشي او نروح جيم او نسبح. هايل. طب يا دكتور انت معروفه بان انت بتعملي فيديوهات خطيره، انت صانعه محتوى شاطره جدا ما شاء الله عليكي، وبتبسطي معلومه وبتثبتيها بطريقه رهيبه، فخلينا نروح نشوف الفيديو مع بعض. يلا بينا. تحفه، فيديوهين احلى من بعض، وحقيقي يعني اللي مش عامل لك فولو خسران كتير قوي. انا بستفيد جدا يعني، شوفي انا ذاكرت الكلام ده كله، ولكن كل مره بتعلم منك معلومه جديده ما شاء الله. علمك يعني خطير، وتبسيط المعلومه وطريقه الايديتنج والفيديو تجنن. طيب خلينا نتكلم على الاثنين فيديو اللي شفناهم. هاخد التاني الاول اللي هو الدهون الموضعيه، ودي مشكله الشعب المصري خصوصا، ويمكن الشعوب العربيه كمان كلها. بالزبط. فكره دهون البطن، الدراع مثلا، ممكن تلاقي الناس خست وتبدا تظهر بقى المشكله اكتر كمان كده. فايه حلها؟ بصي احنا دلوقتي زمان كنا فاكرين ان الدهون دي جزء كده، حاجه بس بتخلي شكلنا في الهدوم مش حلو مثلا، او ان حد عنده كرش. لكن التركز الدهون اللي موجود سواء بقى في البطن او في الارداف او في الدراعات، ده نسيج دهني غده، طول ما هي قاعده بتطلع هرمونز، وطول ما هي قاعده بتطلع مواد كيميائيه تعمل لنا حاجات وتلخبط لنا حاجات في الجسم. اوكي. لو هنتكلم مثلا عن دهون البطن، انا عايزه اي ليدي بتشوفنا او اي حد بيشوفنا تقوم دلوقتي تشوف محيط الوسط عندها او محيط الخصر عندها بميجرنج تيب او بمزوره. لو اكتر من 80 سنتي للسيدات، او اكتر ركزوا من، ركزوا في الارقام، معلومات مهمه جدا هي الدكتور بتقول، او اكتر من 94 سنتي للرجال، يبقى هنا انا لازم اظبط اكل، ابدا اظبط اكل. طب في بيتقال يعني، او العلم بيقول برضو انه ده بيبقى هرمون الكورتيزول عالي، فمعناها الست مكتئبة أو متوترة، هل ده صح؟ حصل حصل حصل. طب والراجل كمان يعني كله متنكت كده مفيش حد في سلك. بصي احنا عندنا طبعا الهرمونات المسؤولة عن تركز الدهون أكتر في منطقة البطن، يا إما هرمون الأنسولين، وعندنا مقاومة أنسولين عالية. تمام. ودي هنلاقي معاها شوية أعراض بقى، زي إن أنا طول الوقت نفسي في الحلويات، المخبوزات، طول الوقت حاسس إن أنا في فقدان طاقة، عندي إرهاق، مش مركز. وطبعا لو عملت تحليل زي سكر التراكمي ممكن ان انا الاقيه عادي. اوكي. واهم حاجه ان انا قست محيط بطني، لقيته ان هو للسيدات اعلى من 80 سنتي وللرجال اعلى من 94 سنتي. حاجه تانية بقى، لو انا برضو في ساعات بيكون حاجه اسمها العوامه، احنا بنسميها كده، اللي هي العوامه اللي هي عباره عن الدهون البطن السفليه، واللاف هاندل اللي هي اسفل الظهر من فوق الحزام بتاع البنطلون. الجزء ده كله لو عالي، ودي مش طبيعه الشخص ان هو يبقى عنده تركز للدهون في المنطقه دي، يبقى ساعتها هرمون الكورتيزول بنسبه كبيره جدا هيكون عالي. وعلى فكره دي مش حاجه يعني خطيره، هو مش مريض ان عنده مشكله في هرمون الكورتيزول، بس انه حلو ان يعرف المشكله عشان تتعالج. وطبعا متابعه مع دكتوره زيك دي هتحل المشكله اساسا ان شاء الله. وبشكرك جدا، وقتنا بيجري دايما معاكي عشان بيكون مفيد، ونورتيني حقيقي. والفيديو بقى اللي قبله كان انت قلت لنا عن نصايح المصيف، بس الناس لما تحب تعرف اكتر لازم كلها تدخل تعمل لك فولو حالا، كل هاشتاج ليديز ادخلوا اعملوا فولو بسرعه لدكتور ايات مصطفى. نورتيني. شكرا يا مي. واهلا بيكي، واهلا باهل اسكندريه كلهم، انت اسكندرانيه اصلا، نورتينا. شكرا جدا. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني.